مشاهدينا، في فقرة الإسعاف الأول لليوم رح نتحدث عن أحد الالتهابات الخطرة التي تهدد الشريان الصدغي، وهو التهاب الشريان ذو الخلايا العملاقة. كيف يتم تشخيص هذا الالتهاب؟ ومن هي الفئة العمرية الأكثر عرضة له؟ وكيف يتم العلاج؟ وهل هي تعتبر حالة طارئة لتقديم الإسعافات الأولية لها؟ للحديث أكثر وتسليط الضوء على هذا الموضوع ينضم لنا دكتور محمد العموري. مرحبا دكتور محمد. مرحبتين. كيف حالك؟ الحمد لله. دكتور محمد، نتحدث عن التهاب الشريان الصدغي، هل هو يعتبر نادر الحدوث أم شائع؟ ما هو تصنيفه بالضبط؟ نعم، هو متوسط الحدوث، مرض متوسط الحدوث، يحدث ما بين حالة لكل 5000 حالة. نعم. بالعادة يحدث أكثر في النساء أكثر منه بالرجال، وفي العمر خلينا نحكي ما بين 50 إلى 70 سنة. دكتور، كل ما تقدمنا في العمر كل ما أصبحنا أكثر عرضة أم تقل نسبة التعرض له؟ أجل، كلما زاد عمر المريض كلما زاد احتمالية أنه يتعرض لهذا المرض، وبالأغلب كمان نجده في أمراض الروماتيزم المرضى بهم. نعم، هنالك علاقة بين الروماتيزم وألم العضلات والتهاب الشريان الصدغي، كيف تميزون هذه العلاقة أنتم كأطباء؟ كيف يكون التقييم دكتور والفحص؟ نعم، بالأغلب يأتي المريض بألم شديد بالرأس، غالبا ما يكون في مقدمة الرأس، ويكون أكثر كمان في منطقة اللي هي التيمبورال أريا أو المنطقة الصدغية، كذلك له تسمية أخرى اللي هو التهاب الشريان الصدغي، نسبة إلى أكثر مكان كومن يحدث فيه. يكون ألم شديد أحيانا. نابض دكتور؟ نعم، ألم شديد نابض. مثل النبض. مثل النبض. عند لما الواحد يمشط فروة الرأس يشعر أكثر بألم. نعم. ما له علاقة. نعم، يكون كذلك عند تمشيط فروة الرأس، عند المضغ، عند كمان التثاؤب، أي حركة تشمل العضلات المفصلية الموجودة. الآن دكتور، لما تجيكم حالة مصابة أو مشتبه إصابتها بالتهاب الشريان الصدغي، بتميزوا مثلاً على الجلد ملمس واضح للشريان الملتهب، ولا صعب لازم يكون في فحوصات ثانية دموية وصور رنين مغناطيسي؟ نعم، هنالك عادة ما يكون تحدب في الشريان الصدغي، ومن خلاله يتم التشخيص المبدئي لهذه الحالة، ومن ثم نقوم بطلب فحص يسمى بالESR. وبالعادة كمان إحنا نبدأ بالعلاج من قبل. هنا السؤال، تبدأوا بالعلاج قبل الفحص ولا بعد؟ نعم، نبدأ بالعلاج قبل الفحص وقبل التشخيص. الـ ESR كمان هو عبارة عن مش فحص دقيق للشريان الالتهاب. نعم. نفسه هو فحص عام، يعطينا بالعادة اللي هو خلينا نحكي الانيشيال اللي هو الفكرة المبدئية للفحص. مؤشر. مؤشر، نعم. نعم دكتور، من ضمن العلاجات اللي يتم توصية فيها هي السريدات القشرية والأسبرين، هل ممكن يكون لها مضاعفات أو أثار جانبية معينة على صحة المريض؟ نعم، على المدى البعيد يكون لها مضاعفات جانبية، مثل زيادة الوزن، مثل بالكبار السن مثل هشاشة العظام، ويكون هناك علاجات معينة للتخفيف من هذه الأعراض الجانبية. مثل. ولكن دائما نحن نقوم مثلا بموازنة الفوائد لهذا العلاج مع الأعراض الجانبية مع المخاطر. أو المخاطر. نعم. لهذه العلاج. بما أنك تحدثت عن المخاطر، من المخاطر المحتملة لالتهاب الشريان الصدغي هو فقدان الرؤية سواء الجزئي أو الكلي، المؤقت أو الدائم. نعم، يمكننا السيطرة عليه دكتور؟ وعندما نقول مؤقت، كم تكون مدة فقدان البصر وقتها؟ نعم، بالأغلب تبدأ هذه الحالة بفقدان بسيط للنظر. أول ما تبدأ بوجود بقع بالعين يراها المريض، بقع سوداء، ومن ثم فقدان جزئي. نعم. ربما يمتد من دقائق إلى ساعات، ومن ثم يبدأ فقدان كامل. نحن لا نريد أن نوصل لهذه المرحلة اللي هي مرحلة الفقدان التام للنظر، لذلك يبدأ العلاج مبكراً. هذا يتعلق بوقف جريان الدم للعصب البصري؟ نعم، هي وقف الجريان هي مرحلة متقدمة كما قلنا، يمكن أن يوقف للجريان البصري، يمكن أن يوقف إلى الدماغ، وهذا يؤدي إلى سكتات دماغية. سكتات دماغية، ويمكن أيضاً. بالنسبة للقلب، الجهاز القلب. نعم. كيف يكون التأثير عليه من ناحية الشريان الأبهر؟ التأثير على القلب يكون في التأثير على الشريان الأبهر عن طريق إحدى طريقتين، اللي هي يا إما تسلق الشريان الأبهر أو aortic dissection أو aortic aneurysm أو اللي هو تضخم الشريان الأبهر.
ذلك يحدث كمان على اللي هو المدى الطويل من الالتهاب، اللي هو الالتهابات المتكررة، وعادة لا نراها بالحالات الطارئة. دكتور، عندما نبدأ بخطة العلاج، هل العلاج يكون دائم مدى الحياة مرافق للمريض، ولا ممكن يقطع فترات معينة ثم يعود له؟ كيف يكون التعامل مع الخطط العلاجية لالتهاب الشريان الصدغي؟ نعم، بالنسبة للشريان الصدغي، التهاب الشريان الصدغي ذات نفسه، العلاج يتم غالبا بخلال شهرين، يعني اللي هو المدة الزمنية اللي شهرين. نعم. أحيانا يتم تقليل هذه الفترة عن طريق استخدام أدوية أخرى مثل توسيلوزوماب، اللي هي الأدوية الكيماوية. نعم. للتقليل من الفترة، لتقليل المضاعفات الجانبية بالنسبة للاستيرويدز. نعم. أو اللي هي البريدنيزولون. ويتم أيضا استخدام الأسبرين كمان. نعم. دكتور، في حال تعرض الشخص لالتهاب الشريان الصدغي، هل نتعامل معه كحالة طارئة؟ ما هي أهم الإسعافات اللي ممكن تقديمها له أو هو يقدمها لنفسه؟ نعم، في الحالة الطارئة هي حالات فقدان الرؤية، مما يدل أن المرض قد تقدم بالشخص. أحيانا يبدأ في صداع في مقدمة أو مؤخرة الرأس، المريض لا يدري هل هو بحاجة إلى علاج أم لا، يمكن يعتبره صداع عادي. نعم. في هذه الحالة هو لا يذهب إلى المستشفى من أجل أخذ العلاج اللازم، يبدأ بأخذ الباراسيتامول للأسف. نعم. بالضبط، فهذا يؤدي إلى تقدم المرض. عند فقدان النظر يجب أن يذهب إلى الطوارئ لأخذ العلاج اللازم، وهو غالباً حتى لو كانت بقع سوداء مثلاً يراها. نعم، حتى لو بقع. نعم دكتور. دكتور محمد العموري، شكراً لتواجدك معنا اليوم في الإسعاف الأولي. العفو، يا هلا.